مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شباك الفن. ضيوفنا النهارده في شباك الفن بنات وبس. فرقه بنات وبس فرقه موسيقيه جديده اتكونت حديثا سنه 2020 والنهارده اول ظهور ليهم، والجميل ان الفرقه اتكونت مخصوص عشان تعرض في شباك الفن. الفرقه مكونه من عازفات للموسيقى العربيه، موسيقى عربيه لكن برؤيه جديده. برحب بمايسترو فرقه بنات وبس الدكتوره فاتن حافظ، والدكتوره فاتن حافظ هي صاحبه فكره انشاء الفرقه وهي كمان مدرس في كليه التربيه النوعيه بجامعه اسكندريه. مساء الخير دكتوره فاتن. مساء النور السعيد. فعلا انتوا لما سمعتوا عن برنامج شباك الفن كونتوا الفرقه عشان تعرضوا في شباك الفن، ولا من قبل كده وانتوا بتخططوا لانشاء فرقه بنات وبس؟ لا، هي المسابقة شباك الفن أول ما سمعت عنها، فإحنا مجموعة دكاترة كلنا بنات، كل واحد متمكن في الآلة بتاعته يعني. بدأنا نتكلم مع بعض إيه رأيكم إن إحنا نكون فريق ونعمل المسابقة ديت، فجات الفكرة إن إحنا قلنا خلاص إحنا كلنا بنات يبقى نكمل الفريق كله بنات وعليها يعني. فإحنا كوننا الفريق عشان نشارك في شباك ده الفن. شيء يسعدنا وإن شاء الله تعملوا حفلات كتيرة تانية. وعايزة برضو أرجع لفكرة إن التخت يبقى كله متكون من عازفات، ليه قررتي تعملي كده؟ تستثني رجاله؟ والله الفكره جت ان احنا نبقى اول تخت شرقي نسائي. فكره البنات انها تعزف وكلنا بنات مع بعض، يعني كل الفرق بتبقى زي ريمكس بين رجاله وسيدات، لكن فكره البنات بس لا. فكانت فكره جديده. طيب برضو قليل قوي لما بنشوف مايسترو من السيدات، وكمان في التأليف الموسيقي قليل جدا لما بنلاقي سيده بتألف موسيقى، فده ليه؟ لانه الموضوع صعب، محتاج دراسه ومحتاج ثقافه موسيقيه عاليه ومحتاج رؤيه فنيه. ف يعني الثلاث حاجات مش كل واحد عنده، يعني في جوانب شخصيه مش كل واحد عنده الحاجات ديت، فبيبقى الموضوع صعب شويه. طيب برضو ايه المقومات او ايه الجوانب الشخصيه او المهنيه اللي لازم المايسترو يتحلى بيها؟ والله انا يعني انا مع كل جديد، يعني بحب دايما التجديد، فإن يبقى كل مايسترو مش مجرد بس واقف بيشاور، لا بيحط توزيع وبيحط لاينات وبيحط خطوط موسيقية ويحط فكرة جديدة. يعني ايه المشكلة؟ احنا النهاردة مثلا في العرض بتاعنا كان عندنا حاجات غربي، احنا مقدمينها بصورة تخت شرقي، يعني مقدمينها بصوره شرقيه، فايه المشكله؟ كذلك كان عندنا النهارده بعيد عنك تراك، طبعا اغنيه شهيره جدا للسيده ام كلثوم كوكب الشرق، قدمناها برضو بتراك غربي، فايه المشكله؟ يعني الشرقي غربناه والغربي شرقناه. انت بتحبي التجديد. بحب التجديد. طيب بالنسبه لعضوات الفرقه، هل هم كلهم من الاكاديميين ولا يعني تكوين الفرقه ازاي؟ لا، كل الناس اكاديميه الحمد لله. النهارده يعني طبعا لسوء الحظ النهارده كان في ناس زمايلنا معانا، بس حصل ظروف يعني ما تواجدوش معانا. كان معانا دكتوره اسماء قط، استاذ مساعد في كليه التربيه النوعيه جامعه اسكندريه، وصديقتي وعشره عمري ديت، ويعني اول واحده كلمتها في الفريق عشان نكون الفريق. وكان معانا برضو استاذه ايناس جزار معيده في كليه التربيه النوعيه عازفه قانون. فكل الناس الحمد لله محترفه. كان معانا ريم السكري في الكونسرفاتوار على آله الكمانجه. النهارده كان معانا اميره سوليست في الاوبرا على آله الكمانجه، اميره طارق. معانا آلات كتيره، كلارنيت وتشيلو يعني، بس كل حفله كان لها ظروفها. يعني النهارده الحفله احنا اخترنا المجموعه بتاعتنا اللي كانت متواجده النهارده. الحمد لله، يعني يا رب يكون امتعناكم. يعني الاستعدادات بقى كانت شكلها ازاي؟ يعني ده اول ظهور ليكم. أيوه. اول مره كفرقه تعزفوا مع بعض، الاستعدادات كان شكلها ازاي؟ وبقى لكم قد ايه مثلا بتعملوا بروفات؟ والله احنا من السنه اللي فاتت بعد المسابقه
لما انتوا كلمتونا وقلتونا انتوا كسبتوا كده وهتشاركوا في يعني تعرضوا عندنا وكده، فاحنا فرحنا جدا، كان دافع لنا ان احنا لا نحط تراكات جديده ونحط اغاني جديده غير اللي شاركنا بيها في المسابقه، ونحط رؤيه فنيه يعني. بشكرك جدا يا دكتوره فاتن، تعالوا نشوف فرقه بنات وبس، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع اعضاء الفريق. Right as we see, only you, only you have.
Thank you.
فرقة بنات وبس، وسمعنا أغاني الوردة ولأم كلثوم والنجاة. وهنلتقي مع دكتور عبد الرحمن المغربي. والدكتور عبد الرحمن المغربي المدير الإداري لفرقة بنات وبس. دكتور عبد الرحمن، أقنعوك إزاي أن أنت تبقى المدير الإداري لفرقة مكونة من السيدات فقط؟ أهلا بحضرتك يا أستاذة غادة. أول حاجة يعني زوجتي هي المايسترو بتاع الفريق، وهي كانت من زمان كانت دايما تقول لي
انا نفسي يبقى عندي فريق خاص بس بنات بس، مش عايزه شباب، يبقى هو بنات، بحيث ان مفيش بنات عازفات وكده كتير، وغير كل واحده بتعزف لوحدها او بتعزف في بيتها او كده. فشجعتها لحاجه زي كده، قلت لها لازم طبعا طالما فكره جميله وجديده يبقى لازم ان احنا ندور على حد يبقى داعم لينا وتعجبه الفكره وكده. بس ده شيء جميل ان انت يعني تحب تدعم زوجتك، يمكن عشان انتوا جايين من نفس المجال الموسيقي، يمكن عندك تفهم لشغلها. انا زوجتي احنا اتعرفنا على بعض الاول، العلاقه كانت دراسه ومزيكا وكده. وانتوا الاثنين بتدرسوا في كليه تربيه نوعيه في جامعه اسكندريه. بس لعبنا مزيكا مع بعض، عزفنا سوا، ما كانش في دماغنا ان يبقى في جواز وكده، بس لما حصل جواز وكده فالموضوع زاد اكتر كمان، يعني حبنا للحاجه اتطور اكتر، لان لما يبقى شريك حياه الشخص في نفس مجاله وفي نفس الكارير بتاعه هيبقوا متفاهمين جدا في الناحيه العمليه، لان العمل بيأثر على العلاقه جدا الاسريه. انت بتشرف عليهم كمان من الناحيه الموسيقيه ولا ماسك النواحي الاداريه بس؟ لا، والنواحي الموسيقيه يعني بيبقى ليا وجهات نظر كده، يعني ما مش تدخل. بيسمعوا كلامك ولا لا؟ بيسمعوا كلامي طبعا، بس عن حب للحاجه وعن حب للمزيكا، ونتيجه يعني خبراتهم محتاجين ان حاجات بسيطه جدا بتجمل شكل العمل. ممكن ما يبقوش واخدين بالهم منها. ومن يعني توجهاتك انك انت قلت لهم ان هم يركزوا على الفتره من 1920 لحد 1980، هي دي المزيكا اللي هم يشتغلوا عليها، كنت عايز اعرف منك ليه برضو. المزيكا في الفتره ديت كانت مصريه اصيله، مش مخالطه لاي موسيقى تانية، فديت يعني حفاظ على الثقافه بتاعتنا، والفتره ديت اتبرع فيها الملحنين كمان جدا، وكان في تنافس بين مطربين كبار زي ام كلثوم وعبد الحليم، وكان ليهم مكان كبير في الدوله، وليهم شان حتى في الشؤون العسكريه، كانت الاغنيه الوطنيه مهمه جدا. فالفتره ديت كان الثقافه الموسيقيه والغنائيه متطوره. النهارده كان اول ظهور ليكوا، اول حفله ليكوا على خشبه المسرح، وانا عرفت ان انت واضع خطه للفرقه ولتطور الفرقه، فايه خططك المستقبليه لفرقه بنات وبس؟ هو ان هي تبقى فكره جديده وكده، فدي محتاجه مجهود كبير جدا عشان خاطر تتطور وتوصل للناس كلها وتبقى حاجه ثابته بقى بعد كده على طول، ان في فرق بنات وبس، تبقى هي دي البدايه. فاحنا تبتدي فكره، بعد كده تدريب، وبعد التدريب ده تنفيذ، ومع التنفيذ ده ممارسه، نبتدي بقى نعمل اعمال كتير جدا، ونشوف ان الناس حابه تسمع ايه، ونطلع الاغاني ديت، ونحاول ان احنا ننقي نرتقي بالذوق العام، وننقي شغل جميل جدا برضو في نفس المرحله اللي احنا محتاجين نحافظ عليها، لان المزيكا كانت جميله فعلا فيها في الوقت ده. عاوزين بقى اي دولة تسمع الشغل بتاعنا، يبقى في مصر حاجة جديدة، مش شرط يبقى طموحنا داخل الدولة بس، لكن يعني انتوا عايزين تعملوا حفلات جوه مصر وخارج أيوة مصر تنتشروا. بشكرك جدا، بشكركم جدا لمتابعتكم لينا النهاردة. كانت معانا فرقة بنات وبس من اسكندرية، فرقة جديدة لسه طالعة، انتظرونا الاسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج شباك الفن. We'll be right back.